ده اسمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء الشؤون المالية، مخصصات السادة شاغلي مناصب الدستورية، تفاصيل مخصصات السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية عن شهر مايو 2012. لا بد أن أقرأ يا إخواننا حتى لا يكون هناك أي متاجرة، لا يكون هناك أي متاجرة ولا مزايدة باسم قانون المخصصات والامتيازات للدستوريين. هذه المخصصات فيها مرتب أساسي، فيها غلاء معيشة، فيها منحة شهرية، فيها دعم سكن، فيها تمثيل دستوريين. شوفوا أنا عندي كثيرة كيف، فيها دعم اجتماعي والجملة، وفيها الجملة جملة المبلغ الذي يتقاضاه النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل أي خصومات 15 مليون، حاجة ضخمة جدا، 15 مليون يتقاضاه النائب الأول لرئيس الجمهورية، 15 مليون و450 ألف جنيه، 15 ألف يعني 15 ألف و450 جنيه، 15 مليون دي بالقديم يعني 15 ألف و450 جنيه. هذا مرتب جملة استحقاقات النائب الأول لرئيس الجمهورية بالبدلات والمخصصات والامتيازات، تخصم منها 25%. وأود أن أؤكد أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية تقضي باستمرار الخصم 25% للدستوريين لمدة عامين إلى الأمام، ستستمر بعد خفض ال 25% لدعم الأوضاع الاقتصادية والبالغ قدره 3,862.50 جنيه، يصبح الصافي بعد الخصم 11,587.50 جنيه. ده مرتب النائب الأول لرئيس الجمهورية. بعد ذلك يخصم مني، لأنه أنا ساكن في بيت حكومة، ساكن في بيت حكومة في حي الرياض، بيخصموا مني بدل السكن البالغ قدره 1,500,000 جنيه، وبيخصموا مني بعد ذاك زكاة 239.69 جنيه، وبيصرفوا مني دمغة 1 جنيه، وبيصرفوا مني تاني هو بدل السكن كده، وبيخصموا مني تعبئة واستنفار 1,260 جنيه، لتكون جملة الخصومات 3,069 جنيه. ويكون المبلغ الذي أستلمه من الكاشير يجيبوا لي في مكتبي وليدي وحيدة كنائب أول 10,086.81 جنيه. افعلوا بعد ذلك ما شئتم في قانون المخصصات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.